السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن سهم أرامكو ومستهدفاته خلال الفترة القادمة بإذن الله. في البداية لو حابين تابعونا بشكل مستمر وتتابعوا تحليلاتنا تقدروا تتابعونا على قناة التليجرام اللي هتلاقوها موجودة أسفل الفيديو. طبعا سهم أرامكو كان شاهد بعض الحركة العرضية خلال الأيام الأخيرة، شفنا الحركة شهدت شكل عرضي حول مستويات ال 42 لمستويات ال 43 تقريبا بعد هدوء الاوضاع بشكل كبير خلال الفتره الاخيره، لكن مره ثانيه ابتدينا نشوف ضغط من الجانب الروسي. طبعا سهم ارامكو الفتره الاخيره بيتحرك طبقا لحركه اسعار النفط والمتوقع ليها ان هي تبتدي ترتفع مره ثانيه خلال الفتره الجايه بسبب الضغط الروسي. الجانب الروسي الفتره الحاليه بيلعب على ورقه النفط بصورة كبيرة، شفنا في أسواق النفط ارتفاعات خلال اليوم بشكل جيد على خام بريت وعلى أسعار النفط بشكل عام. كمان كان عندنا تصريحات من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتكلم ان لن يتم ضمان الطاقة في أوروبا دون الاعتماد على الوقود الروسي على المدى المتوسط، وبالتالي واضح ان روسيا بتستعمل ورقة النفط في الفترة الحالية ان هي تضغط على أوروبا عن طريق النفط، لان زي ما عارفين هي الاتحاد الأوروبي او أوروبا بتعتمد بشكل كبير على روسيا في واردات النفط، وبالتالي الضغط ده بيولد ارتفاع أسعار النفط. وشفنا الكلام ده في نهاية جلسة يوم الخميس الماضي، ابتدينا نشوف ارتفاع سهم أرامكو صورة جيدة، شفنا ارتفاع من مستوى ال 42 ونص لمستوى ال 43، وشفنا حركة ما حدثتش منذ فترة كبيرة بعد ما كان كسر القيعان الموجودة عند مستوى ال 42 63، لكن شفنا مرة أخرى عملية تصارع في الاتجاه. بشكل عام احنا عندنا سهم أرامكو في الوقت الحالي لو قدر ان هو يتخطى مستوى ال 43.09 اعتقد ان ده هيدفعه للصعود بشكل قوي لمستوى ال 44، وده متوقع لان احنا متوقع عندنا ارتفاع اسعار الطاقة بشكل قوي خلال الايام القادمة. كمان لو رجعنا للفاصل الزمني اليومي هنلاقي ان الشكل الحالي بيشير الى الصعود اقرب بصورة كبيرة، خاصة بعد ما كان عندنا حدث عملية هبوط يوم الاربعاء لكن تم امتصاصها بشكل قوي خلال تداولات يوم الخميس. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نشوف دفعة خلال بداية تداولات يوم الاحد، واللي اعتقد هنشوفه مع بداية الجلسة، وزي ما قلنا تخطي مستوى ال 43.17 وقتها ممكن نكون صفقات قصيرة المدى عشان نبتدي نستهدف مستوى ال 43.91، واللي اختراقه هيفتح لنا الطريق بشكل مميز ان احنا نعيد اختبار القمة مرة تانية لمستويات ال 46.03، لان زي ما قلنا ورقة النفط هتكون مؤثرة بصورة كبيرة الايام اللي فاتت. شفنا بداية الضغط من الجانب الروسي على الاقل في الوقت الحالي عن طريق التصريحات، شفنا كمان ان روسيا بتقول ان هي بعد كده هتبيع النفط بالروبل الروسي، وده ايضا هيؤدي الى بعض المخاطر، ودايما المخاطر في الحاله اللي احنا فيها دي هتؤدي ايضا الى ارتفاع اسعار النفط، وبالتالي ارتفاع سهم ارامكو بصوره كبيره، خاصه ان احنا عندنا المؤشر العام في الوقت الحالي لو رجعنا له هنلاقي ان عندنا التداولات وصلت لل 13621 بعد ما اعاد اختبار مستوى ال 13415، ده كان هدف الموجه السابقه اخترقناها، قلنا اختراقه هيولد لنا موجه جديده، وبالفعل اخترق المستوى ده ثم اعاد اختباره وعمل لنا برايس اكشن ممتاز خلال جلسه يوم الخميس، وبالتالي ده بيخلينا امام موجه صاعده بالنسبه للمؤشر العام قد تمتد لمستويات ال 13950، وبالتالي ارتفاع المؤشر العام هيدعم بسهم بشكل كبير ارتفاع سهم ارامكو مع الاحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي. فده كان تحليل لسهم ارامكو، اعتقد احنا معتمدين على التحليل الاساسي اكتر من الفني بالنسبه لسهم ارامكو خلال الايام اللي جايه. اتمنى لكم كل التوفيق، كان مع حضراتكم احمد اسامه من ماركت لاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.